السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وياكم الماستر هيثم الزرعوني. حلقتنا اليوم خاصة بتمارين البطن بمختلف جوانب البطن باستخدام أوزان الحرة، خلوكم ويانا. التمرين الأول يركز على شد منطقة البطن بشكل كبير، بالإضافة إلى قوة تحمل الجزء العلوي والذراعين. يؤدى التمرين باستخدام الوزن الحر، إذا بإمكانك تزيد من هذا الوزن يكون مناسب في هذا التمرين. تثبت في البداية، من ثم وضع الوزن في المنطقة هاي اللي تكون خلف اليدين، من ثم تحريك الوزن المنطقة اليمنى، من ثم تحريك الوزن المنطقة اليسرى بهذه الطريقة، والاستمرارية بهذه الحركة لعشر تكرارات متواصلة لكل طرف. حاول أنك لما تحرك الوزن من جهة إلى أخرى تكون ثابت بالأعلى بهذه الطريقة. من الأخطاء الشائعة في هذا التمرين أنك تقوم دفع الجسم بهذا الشكل للمساعدة في تحريك الوزن، ولكن هاي الحركة تعتبر خاطئة. تحتاج أنك تثبت بهذه الطريقة تحرك الوزن. التمرين الثاني من التمارين اللي ترفع مستوى المرونة في الجسم. هذا التمرين تمرين بطن، ولكن يساعد في عملية المرونة في منطقة الرجل الخلفية بالإضافة إلى الظهر. التمرين يؤدى بوزن خفيف في وقتنا الحالي، مستخدمين كيلوين ونص. بإمكانك تؤدي التمرين بكيلو أو كيلوين بس. التمرين يؤدى بهاي الطريقة، تنزل كما هو موضح لآخر مستوى بإمكانك توصله، من عقب تقدم الوزن لآخر مستوى كذلك بإمكانك تمدد فيه. التمرين هذا في حال كنت توصل لهذا المستوى مناسب، حاول أنك تخلي الرجل بشكل مستقيم ولا تثنيها بهاي الطريقة للمساعدة أنك توصل. الأفضل أنك تخليها بشكل مستقيم وما عندك مشكلة لو توصل لهذا المستوى، مو بإجباري أنك توصل لآخر مستوى تقدر عليه. من دون إصابات نحتاج التمرين هذا، من أديه بشكل كامل التكرارات في هذا التمرين من بين 25 إلى 30 تكرار في كل جلسة، ثلاث جلسات تكون مناسبة. في حال كان هذا المستوى متقدم ممكنك تخلي تكرارات 10 تكرارات على ثلاث جلسات. التمرين الثالث شبيه بالتمرين الثاني، ولكن الفرق أنه تحتاج أنك تفتح الرجلين لآخر مستوى تقدر عليه، بالإضافة إلى أن الوزن يكون نفس ما هو، ولكن التمرين يكون للجوانب هالمرة. تنزل من ثم تلمس الرجل اليمنى وتلمس الرجل اليسرى. حاول تركز كذلك أن الرجل تكون بشكل مستقيم، ما تثنيها في التمرين هذا للحصول على المرونة، وتمرين البطن يكون شغال 100%. تكرارات بالإمكان تكون لكل جهة 10 تكرارات، ثلاث جلسات للمستوى المبتدئ. إذا كان مستواك متقدم 25 لكل جهة وثلاث جلسات كذلك. التمرين الرابع تحتاج أنك تثبت في هذه الوضعية والوزن يكون خفيف بعض الشيء، أدي اليمين واليسار بهاي الطريقة. حاول أنك ما تلمس الأرض بالوزن، وكذلك الرجل ما تلمس الأرض أثناء تأديتك للتمرين. هذا التمرين يركز على جوانب عضلات البطن، بالإضافة إلى أنه يعطيك قوة تحمل كبيرة في المنطقة الوسطى في الجسم. التكرارات بالإمكان تكون 20 تكرار لكل جلسة، أربع جلسات تكون مناسبة لهذا التمرين. في الختام
الختام يجب على الشخص المتبع نظام غذائي معين لتنزيل الوزن أن تكون لديه استراتيجية لتثبيت الوزن بعد وصوله للوزن المثالي والنتيجة النهائية. ومن الاستراتيجيات الممكن اتباعها هي زيادة نسبة الأطعمة بشكل تدريجي مع استمرارية التمرين الرياضي، وذلك للمحافظة على الكتلة الجسمانية بالإضافة إلى عدم الرجوع للوزن السابق. نشوفكم الحلقات القادمة، تحياتي.